أنا سبق وحكيت لك عن بابا وماما، عني وعن أخي كيف كنا عايشين. حكيت لك إنه بابا كان كتير قاسي، كان يضرب ماما طالعة ونازلة، ومرة ضل يضربها لحتى فقدت حياتها. بعدين فات على السجن بتهمة القتل، وأنا وأخي تشردنا، ما عنا قرايبين، ما عنا حدا نلجأ له، ما كان في غير شخص واحد اللي هو خالي. أخذنا خالي وحطنا عند مرة، ضلينا فترة، بعدين قرر يتجوز. بعد ما تجوز أخذني أنا وياه ورحنا قعدنا معه مع مرته الجديدة، بس للأسف مرته كانت حدا كتير قاسي، كانت تقسى علي أنا وأخي بحجة إنه هي عروس جديدة وما بدها تشتغل بيبي ستر. يمكن يكون حقها، ياما بكيانين أنا وأخي بالليالي نحن عم نسمع وهي عم تخانق هي وخالي مشاننا. فقررنا أنا وسعيد نهرب، طلعنا على الشارع، بس أنا كتير كنت تعبانة. بتذكر آخر لحظة كان ماسك فيها إيدي فلتة وأنا وقعت بالأرض غميت. فتحت عيوني وأنا بالمستشفى وخالي فوق راسي. وقت سألته عن سعيد قال لي دعسته سيارة ومات. بعدين أخذني وحطني عند مرة، هاي المرة هي اللي ربتني وعلمتني يكون حدا قوي كتير بالحياة، غيرت فيني كل شي حتى اسمي. أنا ما اسمي تعلم، اسمي سهام المنصوري. وهلأ شو؟ طيب هاي المرة شو بتقربك؟ شو اسمها؟ بهمك تعرف؟ إنه فضول يعني ليش هي لحتى تعتني فيكي وخالك موجود؟ بعدين شو اسمها سر؟ لا أبداً مو سر، اسمها دلال، وهي ما بتقربنا أبداً، هي بس كانت رفيقة خالي. طيب خالك ليش لحتى قلك إنه أخوك اندعس بالسيارة؟ ما بعرف، حتى ما فهمت ليش. ومن فترة قريبة بس بعد كل هالسنين عرفت إنه عايش من دلال خانم، إجت لعندي وخبرتني، بس ليش خبرتني كمان ما بعرف. أنت هلا عايشة مع دلال؟ لا أنا عايشة لحالي، دلال جابت لي بيت وسيارة وبتدير بال علي. باين أنت بتحبها كثير هاي المرة، كريمة كمان. بتحبني إيه؟ بس القصة مو قصة كرم. لك شغل. شغل؟ شغل شو؟ دلال عندها جمعية بتربي فيهم بنات مشردين فاقدين أهليهم، عندهم مشاكل وأنا بساعدهم. وهي عملت كل هاد وخالك ولا ساعدك؟ معقول؟ لا بالعكس، خالي هو صاحب هي الجمعية ودلال بتشتغل معه وأنا بشتغل معه. ايه ماشي. وهلا ارتحت؟ هي عرفت كل شيء، بيهمني تكون مرتاح ومبسوط. عن جد دلال؟ عن جد بيهمك تكون مبسوط ومرتاح؟ أكيد أكيد بيهمني تكون مرتاح ومبسوط. شبك؟ وأخوكي هلأ بعد ما لقيتي شو؟ عم فكر جيبه وعيش أنا وياه عندي بالبيت ونفتح صفحة جديدة. ليش لا تفتحي صفحة جديدة؟ شو قصدك؟ عم فكر أترك الشغل مع خالي ودلاله وأقعد أنا وأخي عوض السنين اللي راحت علينا. حلو كثير هذا الحكي. ممكن تدعي لنا لانه الله بيسمع منك بما انه قلبك طيب، بركي بتزبط. ليش حتى ما تزبط؟ ممكن تزبط. وسوزي قرايبتك مو قلتي لي انه ما عندك قرايبين غير خالك؟ اي سوزي ما انا قرايبتي. سوزي بنت من بنات الجمعية، انا جبتها لعندي وعم ساعدها. وليش مو بالجمعية؟ نفس الشيء، ما انا قلت لك بشتغل بالجمعية. هي وين هلا؟ خليناها تسافر برات البلد. شو هالجمعية السخية؟ كتير